أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس، نشوف نموذج الفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس مادة الاجتماعيات. إذا النموذج على شكل PDF على القوف الوصف. إذا نخدمه مكون الجغرافيا، إذا 10 نقاط والسؤال الأول: املأ البطاقات بكتابة أسماء التضاريس الممثلة في الرسم أسفل. إذا نحاول نكتب بالنسبة لكل شكل، إذا الاسم ديالو إما يكون جبال أو هضبة أو سبول. إذا نكتب بالنسبة هنا كيبان لنا في الصورة الأولى كتبان لنا يعني مرتفع، إذا يعني يمثل ماذا؟ يمثل الجبال. إذا هنا نكتب الجبال، إذا الجبال. إذا هذا بالنسبة للشكل الأول، نمشيو يعني الشكل التضاريسي الأول، نمشيو الشكل الثاني التضاريسي. إذا هنا بالنسبة هو شكل تضاريسي يتميز بانبساط الأراضي، يعني أراضي منبسطة، وكاين هنا أودية يعني تعمق الأودية. إذا هنا شنو كيتسماو هادو؟ كيتسماو هضاب. إذا غنكتبو هنايا الهضاب، الهضاب أو هضبة، إذا نكتبو الهضاب. إذا هنا بالنسبة للشكل الثاني. نشوف الشكل الثالث، اذا يتميز بالانبساط وعدم ما كاينش اوديه وعدم تعمق الاوديه. اذا اش ما عندنا هنايا؟ السهول. اذا نكتب هنا السهول، السهول. اذا نمشيو بالنسبه، بقى لينا شكل اخر اللي كيبان فيه الماء، يعني هنا اوديه وانهار. اذا نكتب اوديه وانهار، اذا اوديه وانهار او انهار. اذا نكتب اوديه وأنهار، إذا هنا كيبان لنا الماء، تدفق المياه، إذا أودية وأنهار. إذا هنا بالنسبة سالينا الجواب على السؤال، هنا كتبنا الأشكال، كتبنا أسماء التضاريس، وكتبنا الأودية والأنهار. إذا هنا بالنسبة ممكن هنايا نكتبو الأودية، لأن مادام عندنا هنايا هضاب وسهول. إذا هنا بالنسبة للجواب ممكن نكتبو غير أودية، إذا ممكن نكتبو أنهار. إذا هذا هو الجواب الصحيح. ننتقلو السؤال الموالي اللي هو السؤال الثاني، أكمل كل تعريف باسم الشكل التضاريسي المناسب له. هنا عندنا التعريف وحنا نحددو الشكل التضاريسي، واش الجبل ولا الهضبة أو السهل. إذا عندنا شكل تضاريسي يتميز بانبساط الأراضي وانخفاضها وعدم تعمق الأودية، اللي هما السهول. إذا هنا شنو غنكتبو؟ غنكتبو سهل. إذا غنكتبو سهل، إذا أو سهول. إذا عطينا السهل، إذا غنكتبو السهل. إذا بالنسبة للجواب ديال التعريف الأول، نمشيو للتعريف الثاني. شكل تضاريسي يتميز بقوة الارتفاع وشدة الانحدار وتعمق الأودية. إذا هنا شنو عندنا؟ شكل تضاريسي يتميز بقوة الارتفاع اللي هو الجبل. إذا هنا غنكتبو الجبل. إذا بالنسبة للشكل التضاريسي الثاني، نمشيو الثالث. عندنا شكل تضاريسي يتميز بانبساط الأراضي وتعمق الأودية ووجود منحدرات حادة. إذا هنا اش ما عندنا؟ عدم تعمق الأودية، هنا عندنا تعمق الأودية. إذا هذه الهضبة. إذا نفرقوا ما بين السهل والهضبة، هنا عدم تعمق الأودية، وهنا بالنسبة للهضبة تعمق الأودية. إذا كتبنا التعاريف ثلاثة، هادو خاصكم تحفظوهم لأنهم كيتنزلوا في الامتحان. إذا السهل شكل تضاريسي يتميز بانبساط الأراضي وانخفاضها وعدم تعمق الأودية. الجبل شكل تضاريسي يتميز بقوة الارتفاع وشدة الانحدار وتعمق الأودية. الهضبة شكل تضاريسي يتميز بانبساط الأراضي وتعمق الأودية ووجود منحدرات حادة. إذا ننتقلوا السؤال الثالث. إذا بالنسبة للسؤال الثالث عندنا خريطة اللي هي خريطة المغرب. إذا املأ البطاقة بكتابة أسماء العناصر التي تمثلها. إذا عندنا اكتب أمام كل إذا اسم المدينة التي يمثلها على الخريطة. إذا ندوب البطاقات. إذا بالنسبة للمغرب فيحدو شمالا، ماذا هنا شنو عندنا؟ البحر الأبيض المتوسط. إذا نكتب هنا البحر الأبيض المتوسط. إذا البحر الأبيض المتوسط. إذا بالنسبة شمالا، إذا شمالا يحده البحر الأبيض المتوسط. إذا نمشيو شرقا، إذا شرقا يحده ماذا؟ يحده إذا الجزائر. إذا هنا البحر الأبيض المتوسط،
شرقا عندنا الجزائر، إذا نكتب شرقا الجزائر إذا يحده شرقا الجزائر، إذا هنا بالنسبة للشرق إذا الشرق يحده الجزائر، إذا نخلوها البطاقة. إذا غنشوفو هنايا بالنسبة جنوبا، إذا جنوبا أشنو كاين؟ كاينة موريتانيا، إذا جنوبا كاينة موريتانيا، إذا هنا نكتبو بالنسبة لجنوبا كاينة موريتانيا، إذا نكتبو موريتانيا، إذا بالنسبة لجنوبا موريتانيا، إذا موريتانيا، إذا موريتانيا. إذا غنمشيو دابا بقى لينا بالنسبة لغربا، إذا شنو عندنا غربا؟ عندنا غربا عندنا المحيط الأطلنطي، إذا كاينة في هاد الخانة، إذا هنا عندنا المحيط الأطلنطي، إذا نكتبو المحيط الأطلنطي. إذا بالنسبة للمغرب كاين، إذا يحده شمالا قلنا البحر الأبيض المتوسط، يحده شرق الجزائر، يحده جنوب موريتانيا، ويحده غربا المحيط الأطلنطي. وعندنا هنا هاد البطاقة هي كتمثل ماذا؟ طبعا المغرب، إذا نكتبو هنا المغرب. إذا بالنسبة هذه خريطة المغرب وما يحد المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إذا بالنسبة هنا خريطة هنا المغرب. إذا غنمشيو دابا السؤال الموالي، قال لك عطينا مجموعة ديال المدن وحنا غنوطنو في الخريطة، إذا ها هما ديجا موطنين في الخريطة، هنا نحددو الأسماء. إذا واحد كاين في الشمال، إذا المدينة اللي كتمثل الشمال هي هنا الفوق، شنو عندنا واحد؟ إذا هنا عندنا طنجة، إذا نكتبو هنا طنجة، إذا طنجة. إذا شنو عندنا هنا ثانيا؟ عندنا هنا في الشرق، إذا وجدة، إذا هنا نكتبو وجدة ثانيا، وجدة إذا بالنسبة للشرق. ثالثا عندنا هنا كاين الرباط، هنا الدار البيضاء، إذا هنا ثالثا عندنا الدار البيضاء، إذا الدار البيضاء، إذا بالنسبة في الوسط. رابعا كاين عندنا هنا في الجنوب، إذا عندنا مدينة الدخلة، إذا جنوبا مدينة هنا الدخلة، إذا الدخلة، نعم. اذا وطننا هنا بالنسبه، ممكن نعملو توطين هنا وممكن نكتبوهم، لكن هنا نكتبو غير الاسماء فقط. اذا نمشيو السؤال الخامس، اسمي رسم ورده الرياح على الخريطه بكتابه الاتجاهات الاربعه الرئيسيه مكان النقاط الشمال الجنوب والشرق والغرب. اذا شنو عندنا الفوق؟ عندنا هنا الشمال، اذا بالنسبه للشمال عندنا الشمال، اذا عندنا الشمال، اذا الفوق عندنا الشمال، اذا فهاد النقطه. إذا لتحت عندنا الجنوب، إذا غنكتبو هنا الجنوب، هذه وردة الرياح، إذا عندنا الجنوب. كما شفنا على اليمين في هذا الاتجاه عندنا الشرق، إذا نكتبو هنا الشرق، إذا على اليمين كاين عندنا الشرق، إذا هنا كاين الشرق. بعدها نشوفو هنا بالنسبة للغرب، إذا عندنا الغرب، إذا الجهة الأخرى كاين الغرب، إذا هنا غنكتبو الغرب. إذا هنا باش بالنا عندنا الشمال، الشمال الشرق الجنوب الغرب. إذا وطنا إذا على الخريطة الاتجاهات الأربعة مكان النقاط وكملنا الخريطة كاملة كما هو مطلوب منا. إذا بهذا نكون سالينا التصحيح، نتمنى نكون فدتكم بهذا الامتحان. شكرا وإلى اللقاء.